لوكار ديال الدار خاصني نصيب الحيطه، الماء راه جاي من الطواليت للدار. 10 سنين وياد الحاله كيجيبوا يصاوبوه الغد يرجع هادشي كان. وكنغوت عليهم كنقول لهم هادشي راه ما خدامش، درك تزاد التراب ولا التراب يتزاد وهادشي كيقبع علينا يدخل لينا الديور. ديما هادشي راه ديما عندنا هاد الحاله ديما. هادشي ديما حنا عايشين في خنز. ديما وديما الله معمر هادشي حيد. نوس دوينا ما خلينا فين مشينا، راه حنا جمعنا مع 140 لاكارت اللي جمعنا. وما عطاوناش الراس ما حاجة ما قال، النهار اللي مشينا عندهم قال لك انتم باغي تحبسوا هذه اللي عندهم من البلان. وخلونا احنا هنا حتى تشوف الحالة كي دايرة انت. خلونا في العدم. عندنا الدراري كل شيء خنز، حتى تشوف كل شيء يلعب في الخنز. حتى واحد ما هذا كان تشوف الحالة كي دايرة. البانط ما غاداش، ديما كيتبو شي كيفيض هنا، ولا هنا، ولا لهي. ها الأضرار حتى كتشوف فيها دابا، هذه باقا كاع ما بدات الشتاء، ومالا بدات الشتاء العناش غيولي هنايا. ها هو ديما هادشي راه ديما كنعيطوا ليه ماما كيجي ها هو من الصباح هنا كنشوفوا هادشي نايض هنايا راه ما كيجي حتى واحد. مني داز هاد الواد الحار وحنا عندنا المضره، عرفتي الا ما حليناش هذا ديال الزنقه كيطلع علينا حشا في الطواليت. ديما عندنا هاد المضره ديال الواد الحار ديما كنعيطوا لصحاب ليديك كيتعطلوا انت دابا شو دار الضايع باقي ما جاو. وديما عندنا هاد المشكل ديال الواد الحار ما ناجحش، ما قلنا لهم اول مره قلنا لهم راه هذا درسوا لنا هابط هاد القادوس، قالوا لنا لا راه هذا مزيان. ودابا كانت عندنا حنا الضايف كيمشي لينا الماء ديال الشتاء وداك الشيء فهمت، دابا هذا مول المشروع جا شرد الارض ديالو الله يسهل عليه حنا ما. ولكن دابا عندنا المشكل ديال الماء ديال الشتاء وديال الواد الحار، دابا مني كان حلو فين غيولي يمشي لينا دابا. هاد الريحه كتمرض الدراري الصغار كتمرضنا حنا كبار، والله الا حنا كبار كيولي فينا الحبوب العينين عرفت كيحمروا هو سميتو هاد الريحه. هما شني ولاو الناموس خلاص عرفتي فاش حلينا هذا سرق الزيت والناموس تشوف اش داير. الله يرحم الوالدين، شوفوا لينا اعاده النظر في الواد الحار قبل من الواد الشتاء. حنا عندنا المضره في الواد الحار، الديور ما هما ديور ولاد ماشي هما ولاد، كيخرجوا ولادنا يلعبوا في هذا الماء الموسخ، عينيهم ضارينهم، الحبوب نايض فيهم، الوسخ الحوايج ما بقات عندنا حتى حاجه، راه الماء داخل لينا حتى لوسط الديور. حنا بغينا اعاده النظر في الواد الحار اولا، الله يجازيكم بخير، وعاد نشوفوا هذا المشكل ديال الماء، حيت هذا الواد الحار راه ما دوز لينا الماء ديال الديور باش يدوز لنا الماء ديال الشتاء، خاص اولا يدوز بعدا الماء ديال الديور على الاقل. ما دوز الماء ديال الديور الا جا الماء ديال الشتاء راه ما عندنا فين نكونوا، راه الماء راه لا اله الا الله محمد رسول الله راه واصل لينا حتى للداخل. هذا المشكل هذا حنا كنعانيو منه من نهار جاو الناس ديال يعني الناس داروا واد الحار، داروه اصلا داروا فيه المشكل. المشكل الاول اللي كان فيه هو انه داروا القواس داروهم صغار، المشكل الثاني هو انهم داروا لابونت داروه طايحه عندنا هنايا. المهم كنا كنلقاو يعني واحد المتنفس ملي كتعمر ملي كيتفرقعوا القوادس كنا كنلقاو واحد المتنفس في الضايه اللي هي قدامنا. هذيك الضايه جاوا الناس ديالها يعني وعمروها ويعني وبناو فيها، دابا ولا هذاك الماء ديال الواد الحار ولا دابا كيتجمع علينا، دابا غادي يولي داخل علينا حتى للديور. واكثر من هذا الا كانت بدات كتصب غير واحد شويه ديال الشتا هذوك الروكار كتفرقع في الديور، السفليات كاملين يعني ديال الزنقه سعود وحتى الزناقي الاخرين كاع السفليات كيخرج يعني المياه العادمه كتخرج من المراحيض. المهم قلنا شنو نديرو في شهر 6 فاش بداو الناس كيجهزوا في الارض ديالهم وعمروا هذيك الضايه، بدينا كنديروا في الشكايات. الشكايات درناها في المقاطعه، درناها في العماله، درناها في الجماعه، درناها في مجلس المدينه، درناها في الولايه، درناها في الاداره الكبيره ديال ليديك، حتى شي واحد فيهم ما استجب لينا ابدا، حتى شي واحد ما تجاوب معنا ابدا، كل شيء يعني ساكت في حالة حتى شي حاجه ما واقعه. وهذا الشيء يعني غير الشتا راه باقا ما صاباش، راه ملي غادي تصب الشتا تماك فين غادي تولي الكارثه، غادي يولي الماء ديال الشتا مع الماء ديال مع الماء ديال واد الحار غادي يدخل هذا الشيء كله علينا حتى للديور. لهذا يعني كنطالب من الجهات المعنيه من السيد العامل من السيد رئيس جماعه بوسكوره اللي حنا كنتصلوا به وكنتواصلوا معاه لكن هو ابدا واش كيتجاوب معنا، ما اللي هما يعني الجهات المعنيه في الاصل بهذا الامر هذا، المجلس الجماعي اللي ما كنشوفوش
نخرجوش الا من يعني من الانتخابات. الانتخابات رسالتي لكم هو اننا حنا رحنا مواطنين، رحنا ماشي بطائق انتخابيه، حنا ماشي بطائق انتخابيه او لا ورقه يعني كنعمروا بها الصندوق، رحنا مواطنين مغاربه، بغيناكم يعني تحسوا بينا قبل ما توقع هذه الكارثه هذه.